بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حصة جديدة من مادة الرياضيات. إذن في حصة اليوم سنكمل درس التناسبية. وقبل تصحيح الأنشطة المقترحة في هذا الدرس سنبدأ أولا بالحساب الذهني. إذن كما سبق أن قلنا، لضرب عدد صحيح طبيعي في 10 نضيف 0 على اليمين. 7 في 10 تساوي 70. 89 في 10 890. إذا نطبق هذه القاعدة لتصحيح الأنشطة التالية. إذا 7 في 10 70. 59 في 10 590. 785 في 10 7850. 3651 في 10 36510. ولضرب عدد صحيح طبيعي في 100 نضيف صفرين على اليمين. 8 في 100 800. 27 في 100 2700. إذا نطبق هذه القاعدة لحساب ما يلي: 9 في 100 900. 72 في 100 7200. 846 في 100 84600. 7319 في 100 731900. والآن أعزائي التلاميذ ننتقل إلى تصحيح الأنشطة الخاصة بالتناسبية. إذن النشاط الأول: في محطة البنزين يبلغ ثمن اللتر الواحد 7.50 درهم. أكمل ملأ الجدول. إذن لدينا في السطر الأول من الجدول عدد اللترات، وفي السطر الثاني الثمن بالدرهم. إذن الخانة الأولى التي يجب ملؤها هي عدد اللترات التي يبلغ ثمنها 7.5 دراهم. إذن هي لتر واحد. إذن أولا سنكتب واحد في هذه الخانة. إذن لتر واحد ثمنه 7.5 دراهم. ثم لإتمام جدول التناسبية نبحث عن معامل التناسب. إذا نلاحظ أن معامل التناسب هو 7.5. إن 1 في 7.5 تساوي 7.5، أو 7.5 قسمة 1 7.5. إذا معامل التناسب 7.5. وبالتالي إذا انتقلنا من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني نضرب في 7.5. إذا لكي نملأ أعداد السطر الثاني أو نجد ثمن لتران نضرب 7.5 في 2 نجد 15. أيضا لكي نجد ثمن 4 لترات نضرب 4 في 7.5 30 درهم. ولنجد 5 لترات نضرب 5 في 7.5 37.5. ولنجد 6 لترات نضرب أيضا 6 في 7.5. ولنجد 10 لترات نضرب 10 في 7.5. إذن كيف ننتقل من أعداد السطر الأول عدد لترات إلى الأعداد الموافق لها بالسطر الثاني الثمن؟ إذن قلنا ننتقل في الضرب في 7.5. إذن ننتقل من السطر الأول عدد لترات إلى السطر الثاني الثمن بالضرب في 7.5. إذن نقول إن الثمن المؤدى متناسب مع عدد لترات، لأنه عندما ننتقل من عدد اللترات إلى الثمن نضرب في نفس العدد. إذن المعامل 7.5 يسمى معامل التناسبية. إذن 7.5 هو معامل التناسب. ننتقل إلى النشاط الثاني. أكمل ملأ جدول التناسبية. إذن
أولا نقوم بملء جدول التناسبية السهلي. أولا نبحث عن معامل التناسب. إذا نبحث عن معامل التناسب الذي يمكننا من الانتقال إما من السطر الأول إلى الثاني أو الثاني إلى الأول. وعندما نقوم بقسمة 10 على 4 نجد 2.5. وبالتالي 12 قسمة 2.5 الذي هو معامل التناسب نجد 4.8. إذن أما لنملأ الخانة المقابلة لـ30 يجب أن نضرب 30 في 2.5 تساوي 75. ثم 20 في 2.5 تساوي 50. و8 في 2.5 تساوي 20. الآن أكمل الكتابات التالية المحصل عليها انطلاقا من الجدول. إذن عندما سنقوم بقسمة 20 على 8، 50 على 20، 75 على 30، 10 على 4، 12 على 4.8، سنجد أنها متساوية تساوي 2.5. إذن إذا قمنا بقسمة جميع، لأن الجدول جدول أعداد متناسبة، إذا قمنا بقسمة أعداد السطر الثاني على الأول سنجد نفس العدد. والعكس صحيح، إذا قمنا بقسمة أعداد السطر الأول على الثاني أيضا سنجد نفس العدد. إذا 8 على 20 تساوي 20 على 50 تساوي 30 على 75 تساوي 4 على 10 وتساوي 4.8. إذن أيضا هذه الكتابات متساوية. والآن ننتقل إلى التمرين الثالث. ثمن 1.5 كيلوغرام من التفاح هو 16 درهم. أحسب ثمن 750 غرام من التفاح. إذن الثمن متناسب مع كمية التفاح التي تم بيعها. أمثل معطيات المسألة في الجدول التالي. إذن لحل هذه المسألة سنستعمل جدول التناسبية التالي، حيث في السطر الأول لدينا كمية التفاح في الكيلوغرام، أما السطر الثاني فلدينا الثمن بالدرهم. إذن ثمن 1.5 كيلوغرام هو 16 درهم. ولا ننسى أن نقوم بتحويل 750 غرام إلى الكيلوغرام نجد 0.750. إذن لكي نجد ثمن 0.750 نتبع الخطوات التالية. إذن أولا أضرب 16 في 0.750 وأحصل على 12. إذن عندما سنقوم بضرب 16 في 0.750 نجد 12. أحسب خارج 16 في 0.75 على 1.5. إذن 16 في 0.75 قسمة 1.5 نجد 8. وأكتب هذه النتيجة في الخانة الفارغة من الجدول. نكتب 8. أقارن الجدائين 16 في 0.75 و 1.5 في 8. إذن عندما نضرب 8 في 1.5 نجد أيضا تساوي 12. إذن هذين الجدائين متساويان، وبالتالي يمكن أن نستنتج أن في جدول تناسبية يكون جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. إذن 0.75 في 16 تساوي 1.5 في 8.
إذا تسمى هذه الطريقة بالقاعدة الثلاثية، ويمكن استعمالها لحل مسائل تناسبية بهذه الطريقة. وننتقل إلى النشاط الرابع، أكمل ملء جداول التناسبية. إذا في هذه الحالة يمكن استعمال الطريقة الثلاثية، حيث نقوم بضرب 16 في 54 ونقسمها على 12 نجد 2 و0. أيضا هنا عندما نضرب 15 في 7 قسمة 21 نجد 5. والجدول الثالث 56 في 28 قسمة 49 نجد 32. ننتقل إلى النشاط الموالي، أحسب معامل التناسب في كل حالة وأكمل ملء الجدول. إذا نبدأ بالجدول الأول، نلاحظ أن إذا قمنا بقسمة 24 على 12 نجد 7، وبالتالي معامل التناسب هو 7. أي عندما ننتقل من إعداد السطر الأول إلى الثاني نضرب فيه 7، وعندما نقوم بالانتقال من إعداد السطر الثاني إلى الأول نقسم على 7. إذن 12 في 7 84، إذن 2.5 نضربها في 7 لكي نحصل على هذه الخانة 17.5. و 38.5 نقوم بقسمتها على 7 نحصل على 5.5. نعم، إذا أيضا في هذا الجدول أولا نبحث عن معامل التناسب، نلاحظ أن إذا قمنا قسمة 63 على 35 نجد 1.8، وبالتالي 63 قسمة 1.8 تساوي 35. إذا للانتقال من إعداد السطر الأول إلى الثاني نقسم على 1.8، أما للانتقال من إعداد السطر الثاني إلى الأول نضرب في 1.8. إذا 105 نضربها في 1.8 نجد 189، و 13.5 نقوم بقسمتها على 1.8 نجد 7.5. إذا أعزائي التلاميذ، بهذا نكون قد أنهينا حصتنا لليوم، وإلى الحصة القادمة بإذن الله تعالى.